خامسا الصديقة الشهيدة عليها السلام. كل مؤمن شهيد، كسر الضلع والإسقاط خرافة. ألف السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة، عبارة مقتبسة من الزيارة التي اخترعها وألفها الشيخ الصدوق وثبتها في كتاب من لا يحضره الفقيه. با كلمة الشهيدة قد استغلها المدلسة والقصاصون استغلالا تافها سفيها خبيثا للتغرير بالجهالة والأغبياء بعد الإيحاء لهم بأن الزيارة صادرة عن الأئمة عليهم السلام، بأن الشهيدة تدل على مقتل فاطم عليها السلام بعصرة الباب وكسر الضلع وإسقاط المحسن وغيرها من أكاذيب وخرافات، وزعموا أن الخليفة عمر رضي الله عنه قد ارتكب ذلك. جيم نؤكد على أن فاطمة شهيدة، فالسلام على الصديقة الطاهرة العفيفة التقية المؤمنة الشهيدة، لكن ليس لتخريفات المشعوذين وإنما للموارد الشرعية. منها قال السميع البصير: الذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. قال الإمام الباقر عليه السلام: كل مؤمن شهيد، وإن مات على فراشه فهو شهيد، وهو كمن مات في عسكر القائم عليه السلام. نكتفي بهذا المقدار من الزيادة المشار إليها في عنوان المبحث: وفاتها عليها السلام، اضطراب يوم وشهر وسنة بأضعاف ما لوفاته صلى الله عليه وآله وسلم وزيادة. المهندس الصرخي الحسني.